هو صوت الغضب الاجتماعي يعلو في أوروبا، صوت تردد صداه في قارة عجوز يبدو أن جسدها أثخن من تداعيات الأزمة المالية العالمية. عشرات آلاف خرجوا في عاصمة الاتحاد بروكسل ليحتجوا على إجراءات تقشفية أخذة في الاتساع، ما يجعلها أهم تظاهرة من هذا النوع منذ 9 سنوات. فهؤلاء يريدون إرسال رسالة مفادها ألغوا الإجراءات وألا التصعيد سيكون بالمرصاد. ومن بروكسل إلى إسبانيا لم تتغير صورة ليل المتادور عن نهاره، إضراب عام وشامل شل إسبانيا وأوقف الحركة فيها. الاحتجاجات بدأت عنيفة في الليل سرعان ما تطورت إلى مصادمات بين الشرطة ومحتجين يريدون الحفاظ على لقمة عيشهم. هذا الإضراب العام ضد التعسف في طرد الموظفين ودون إعطائهم حقوقهم في هذا البلد. سياسة خلق الوظائف كانت بطيئة عندما كان الاقتصاد ينمو، والآن وفي السنوات الثلاث الأخيرة نحو 2 مليون وظيفة دمرت. فثالث بلد في قائمة دول الاتحاد تأثرا بالأزمة المالية استفاق على المشهد عينه، احتجاجات في الشارع، صيحات منددة بسياسات الحكومة، وسائل نقل شبه متوقفة، حال ضاق به السياح ذرعا. لم نكن نعرف أن هناك إضرابا، كل شيء متسخ، باقينا في الفندق ولم نستطع سماع سوى صوت صراخ المحتجين، فأغلقنا النوافذ، كان الأمر فظيعا. معظم الرحلات في المطارات تأجلت، والانتظار نال من المسافرين حتى استسلموا للنوم. أنا هنا منذ منتصف الليل، نمت على الأرض والساعة الآن 1 بعد الظهر ولم يتغير شيء. احتجاجات متنقلة اجتاحت أوروبا، والهدف واحد، سني الحكومات عن تحميل أخطائها للشعوب. فلسان حال هؤلاء يقول: فتشوا عن حل لأخطائكم بعيدا عنا. أحمد السباعي، روسيا اليوم.